السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا هنشرح مع بعض دروس الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد هناخد مع بعض الدرس الثاني واللي فاتوا الدرس الاول يشوفوا في الدروس السابقة في القناة في قناة علوم وساينس تمام آه الدرس الثاني اللي هناخده دلوقتي وهو درس المصادر الاوليه والمصادر السنوية يعني ايه مصادر اوليه ومصادر ثانويه هنعرف ان المصادر الاوليه هو ما يتم تدوينه ونقشه من اشخاص عاصروا حدث ما والحدث اللي احنا هناخده النهارده في الدرس وهو حدث قناه السويس تمام آه طيب دي المصادر الاوليه طب ايه المصادر الثانويه هو ما يتم تدوينه مع مرور الزمن وبعد وقوع الحدث اعتماده على ايه على المصادر الاوليه تمام هنشوف مع بعض الحدث وهنشرح مع بعض المصادر الاوليه والمصادر الثانويه باستفاضه تمام هنتكلم عن قناه السويس مكتوب قناه السويس هي شريان الاقتصاد العالمي ممكن يجي لي بما تفسر او لماذا قناه السويس شريان الاقتصاد العالمي هنعرف ان قناه السويس دي اهم حاجه اتبنت او من اهم حاجات اللي اتبنت او اتعملت في مصر تمام فهي اهم ممر ملاحي عالمي اهم ممر ملاحي عالمي طب ليه يا ميس بتقولي عالمي بقول عالمي لانه مش 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 دولتنا بس اللي تستفاد بيه دول العالم كله لان هي بتربط قارات ببعضها وبتساعد على آآ آآ نقل التجاره الدوليه بطريقه سهله يبقى قناه السويس هي اهم ممر ملاحي عالمي بيربط بين ايه وايه بيربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط تمام وبفضلها احتلت مصر مكانه عظيمه ومكانه رئيسيه في التجاره الدوليه بسبب ايه بسبب قناه السويس يبقى عايزين نعرف ان قناه السويس هي شريان الاقتصاد العالمي ليه لانها اهم ممر ملاحي عالمي بيربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط وازدادت اهميه هذا الدور بعد حفر قناه السويس دور مصر في ايه في التجاره الدوليه يبقى ازدادت اهميه دور مصر في التجاره الدوليه بسبب بناء قناه السويس وخصوصا بقى بعد ما اتعملت قناه السويس الجديده سنه 2015 ايه ده هو في قناه قديمه وفي قناه جديده اه في قناه اتبنت 1869 على يد ايادي مصريه وتحت اشراف مهندسين فرنسيين واتبنت قناه سويس جديده سنه 2015 تمام يبقى ده احنا كده هنتكلم عن قناة السويس وهنقول في البداية قناة السويس هي هنقول عن عدى تاني اهم ممر ملاحي عالمي عالمي تمام بيربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط وبسبب قناه السويس احتلت مصر مكانه عظيمه ومكانه رئيسيه في التجاره الدوليه وزادت اهميه هذا الدور بعد بناء ايه قناه السويس الجديده 2015 ميلاديا تمام هنشوف بدايه فكره قناه السويس. وهنشوف لما اتعملت قناة السويس وإيه قناة السويس الجديدة بداية الفكرة ما كانتش من 200 سنة ولا من 1869 لما بنت قناة السويس لا كانت بداية الفكرة كانت منذ الحكام القدم القديم يعني كان حلما رواد الكثير من الحكام منذ القدم زي ايه الملك سوناسورتي الثالث هو تم بناء او تم حفر قناه بتربط بين البحرين البحر الاحمر والبحر المتوسط بس ما بتربطهمش على طول بين بحر وبحر والبحر, والبحر المتوسط لا كانوا حفرين حفرين قناه بين البحر الاحمر وبين البحر المتوسط بس كان بتمر بالايه بالنهر النيل. زي ما احنا شايفين اهو بتمر بنهر النيل يبقى كان حلما رواد الكثير من الحكام منذ القدم مثل الملك مين سنوسور الثالث طب ملك سنوسور الثالث ده بنا قناة السويس لا ما بناش قناة السويس بنى قناة اسمها سيزو ستريز بنى قناة اسمها ايه سيزو ستريز القناة دي كانت بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط بس عن طريق نهر النيل عن طريق ايه نهر النيل تمام يبقى هي كانت بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق ايه نهر النيل. تمام? يبقى بداية الفكرة كانت منذ القدم عن طريق الملك سنسورتي الثالث الذي امر بحفر قناة بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. بس عن طريق نهر النيل. وسميت بقناة سيزرو آه ستريس. والقناة دلوقتي دي غير موجودة. تم ايه? ردمها. طبعا بعد بناء قناة السويس اللي هي سنة 1869 والقناة السويس الجديدة سنة 2015 يبقى دي كانت بداية فكرة قناة السويس تم حفر بقى قناة السويس الأساسية على ي... على أيدي مصريين أيدي إيه مصري يعني مين اللي حفر المصريين بس كان تحت إشراف مهندسين فرنسيين عام 1859 و 60 عام كام 1869 وكان احت عملوا احتفال وافتتاح للقناه احتفال اسطوري وعملوا حفله اسطوريه ليه بقول حفله اسطوريه لان دعا اليها ملوك العالم تمام يبقى تم بناء القناه الاساسيه وهي قناه السويس اللي بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط عن طريق ايدي اللي قاموا بالحفر ايدي المصريين بس كان تحت اشراف ايه مهندسين فرنسيين و وتم افتتاحها سنه 1869 وكان احتفال اسطوري كانت حفله اسطوريه ليه بقول حفله اسطوريه لان دعا اليها ملوك العالم لان احنا زي ما احنا قلنا في البدايه ان كانت زي ما احنا عارفين في البدايه ان قناه السويس هي اهم ممر ملاحي عالمي وليها دور اقتصادي في التجاره الايه الدوليه تمام. فعشان كده اتعمل لها حفل اسطوري عالمي دعا اليه ملوك العالم يبقى اتبنت تحت ايدي مصريين وتحت اشراف مهندسين فرنسيين عام 1869 بس هنقول لكم معلومه هنا مش موجوده عندنا دلوقتي في الكتاب هتبقى موجوده في الدروس القادمه ان شاء الله ان هنا القناة كانت شغالة اتجاه واحد فكانت السفينة عشان تعبر من البحر الأحمر للبحر المتوسط كانت بتعبرها في خلال عشرين ساعة تمام لكن لما اتعملت القناة السويس الجديدة اللي هي اتعملت أو اتبنت او تم انشائها 2015 هي قامت قناه السويس الجديده في اتجاه موازي الجديده كانت في اتجاه موازي للقناه القديمه جعلت السفن تسير في اتجاهين بعد ما كانت السفينه بتعبر من البحر الاحمر للبحر المتوسط في 20 ساعه اصبحت بتعبر السفينه في 11 ساعه فقط ليه لان بقت السفن تمشي او تسير في اتجاهين طب اتبنت قناه السويس الجديده امتى سنة سنه 2015 وده الحدث اللي عندنا موجود النهارده اللي احنا اتكلمنا عليه الحدث العالمي وهو قناه السويس اتبنت سنه 1869 على ايدي مصريين وتحت اشراف مهندسين فرنسيين وهي اصبحت اهم ممر ملاحي عالمي تمام اهم ممر ملاح عالمي بيربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط طب القناه اللي انت قلت عليها يا ميس الاول اللي بناها الملك سنسورت الثالث كانت بتعبر عن طريق البحر الاحمر للبحر المتوسط بس كانت بتعبر نهر النيل والقناة قناه اللي هي سيزو سيتريس موجوده دلوقتي لا مش موجود تم ردمها لان دلوقتي طبعا عندنا قناه السويس القديمه والجديده اللي اتبنت 1869 واللي بنت 2015 جعلت القناه تسير في اتجاهين في نفس الوقت طيب جعلت ال السفن بتسير بطريقه اسرع و اسرع طبعا وفرت علينا ايه وفرت المجهود والوقت والمال تمام وفرت كل ده لان طبعا الوقت والمجهود والمال شيء مهم جدا لانها ليس قناه محليه ولكن قناه عالميه تمام عندنا بقى ايه المصادر الاولية وايه المصادر السنوية المصادر الاولية ما يتم نقشه او تدوينه من اشخاص عاصروا الحدث يعني الناس اللي كانت موجودة وقت بناء قناة السويس 1869 وكتبوا دي طبعا مصادر اولية اللي كتبوا عن الحدث المهم دول دي مصادر اولية طب المصادر السنوية المصادر السنوية بتعتمد على المصادر الاولية وهو بعد مرور طبعا الزمن ومن وقوع احداث كتيرة بنعتمد عليها عن طريق المصادر الاولية وتتميز المصادر الاوليه عن المصادر السنوية انها اشخاص طبعا هنا عاصروا الحدث لكن الثانيه بيعتمدوا على المصادر الاوليه والمصادر الاوليه الاوليه هي اكثر دقه لانهم ناس عاصروا الاحداث اشخاص عاصروا الحدث اكثر ايه اكثر دقه لانهم ناس عاصروا الحدث أما المصادر السنوية هي بتعتمد في المعلومات عن المصادر الأولية طب إيه المصادر الموجودة عندي زي ما إحنا شايفين عندي مصادر عندي الصور أهو وعندي المخاطبات والوثائق الرسميه وكتابات المؤرخين القدماء وممكن عندي افلام تسجيليه وعندي النقوش على القطع الاثريه والمعابد زي ما احنا شايفين اهو دول ناس عاصروا الحدث اهو نقوش شايفين النقوش والقطع الاثريه ناس عاصروا الحدث وهم اللي كاتبينه بأيديهم تمام وعندي الصور اهو ناس مصوره وعندي المخاطبات وعندي الوسائل الوثائق الرسميه وكتابات المؤرخين وعندي أف... أف... افلام تسجيليه بالاحداث تمام وعندي بقى كتب ومقالات وموسوعات وابحاث يبقى كل دي المصادر الاوليه والمصادر الثانويه تمام يبقى هنفتكر مع بعض المصادر الاوليه هو ما يتم نقشه من قبل ايه اشخاص عاصروا الحدث ناس كانت موجوده وقت الحدث ده اما المصادر السنويه هي بعد ما مرور الزمن خلاص الحدث ده انتهى وخلص واللي كتبوا المصادر الاوليه بنعتمد بقى عن طريق ايه بنعمل مقالات وكتب عن طريق المصادر ايه الاوليه طب المصادر الاوليه هي اكثر دقه لانها معاصره للاحداث تمام ولكن المصادر السنوية بتتميز ان سهولة الحصول عليها تمام سهولة الحصول عليها وموجودة معانا في كل وقت ودي صور المصادر الموجودة عندنا وكده احنا خلصنا مع بعض الدرس الثاني من دروس الدراسات الاجتماعية وان شاء الله اشرح لكم باقي الدروس انتظروني ان شاء الله واللي عايز يتفرج على الدرس الاول هي يشوف الفيديوهات السابقه ان شاء الله هيلاقيه ويا رب يكون فهمته مننا وان شاء الله انتظروني باقي الدروس الدراسات الاجتماعيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته